لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. أحمد سنجاب أهلا بك في هذه التغطية. أحمد، حدثنا عن الهزة الارتدادية الأخيرة قبل وقت قليل والتعليقات الرسمية اللبنانية عليها. تحياتي لك في البداية. بالفعل شعر سكان لبنان بهزة أرضية قبل قليل، وكانت المعلومات الأولية التي صدرت عن المركز الوطني للجيوفيزياء أن مركزها حوالي عن 61 كيلومتر قرابة مدينة صيدا، ومدينة صيدا هي عاصمة الجنوب اللبناني، وهي ثاني هزة أرضية خلال 24 ساعة من مصدرها نفس المنطقة، ويشعر بها سكان مدينة صيدا بشكل أكبر من سكان بيروت وسكان الشمال. ربما اتجاه الهزات الارتدادية خلال 24 ساعة الماضية مصدرها الجنوب وليس الشمال كما هو معتاد على مدار الأسبوعين الماضيين بعد الهزة التي وقعت في 6 فبراير. الهزة كانت خفيفة نسبيا، ربما درجتها وفقا للمركز الوطني للجيوفيزياء حوالي عن 4.3 على مقياس ريختر. لم يشعر بها كثير من أو عدد من السكان، ولكن كانت مدن الجنوب اللبناني هي الأكثر شعورا بهذه الهزة، سواء اليوم أو الهزة التي وقعت في توقيت مماثل للأمس أيضا. طيب، ما موقف اللبنانيين الذين كانوا خائفين من العودة لمنازلهم؟ هل ما زال البعض يبيت في السيارات وأماكن عامة في ظل التطمينات النفسية الإنسانية حول موضوع أن هذه الزلازل أو هذه الهزات الارتدادية التي تضرب بيروت ربما لن تكون بالقوة التي يخشونها؟ بالتأكيد هناك عدد من المواطنين أخلوا منازلهم بالفعل، هناك قطاع كبير وخصوصا في مناطق طرابلس والمنيا وعكار أخلوا منازلهم بشكل كامل ورفضوا العودة إليها، وهناك مناشدات كبيرة من سكان طرابلس ومن سكان مناطق بالمنيا ومن سكان سهل عكار للحكومة بالتدخل، وهو ما دفع أيضا البلديات لمناشدة الحكومة بالتدخل. وكان رئيس اتحاد بلديات سهل عكار، وهي من أهم مناطق الشمال اللبناني وهي متخمة للحدود السورية في الشمال، قد أصدر بيان استغاثة أمس للحكومة ولهيئة الإغاثة اللبنانية، وقال إن الاتحاد البلديات يتلقى الكثير من شكاوى المواطنين بسبب تضرر منازلهم من الزلزال، سواء بوجود تشققات أو انهيارات جزئية في المباني، والمواطنين يطلبون مهندسون للذهاب إلى هذه المناطق وهذه المنازل ومعاينتها، إلا أن خزينة البلديات فارغة تماما ولا تتحمل أجر وتكلفة قيام مهندس بالمعاينة. فطلب رئيس اتحاد بلديات سهل عكار الحكومة اللبنانية أو هيئة الإغاثة اللبنانية بتحمل تكلفة المهندسين للقيام بعمل معاينات لهذه المنازل المتصدعة. إلى أي هذا البيان يظهر إلى أي مدى وصل الوضع في بعض المناطق في لبنان. كانت هناك أيضا استغاثات كبيرة من سكان مدينة طرابلس وهي عاصمة الشمال، وهي أيضا مسقط رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وكانت هذه الاستغاثات موجهة بشكل شخصي أيضا لرئيس الحكومة للتدخل بصفته كان أحد نواب هذه المنطقة. ولكن ربما لا يوجد حصر حتى الآن دقيق بحجم التلفيات أو حجم المنازل المتضررة من الهزات الأرضية، ولكن الخوف يتزايد والقلق كبير من الهزات الارتدادية. يعني لا إحصاء للخسائر، لكن هل هنالك حديث عن خسائر فعلا في لبنان نتيجة الهزات يوم أمس أو أول من أمس واليوم مثلا؟ بالتأكيد هناك خسائر مؤكدة بنسبة 100%، ولكن الحصر الكامل لها غير موجود لدى أجهزة الدولة اللبنانية حتى الآن، ولكن ربما الحصر الوحيد الموجود هو حصر لمدينة طرابلس التي تضرر فيها قرابة 18 مبنى من زلزال 6 فبراير، سواء بالانهيار الجزئي أو سواء بالتشققات والصدوع التي تحتاج إلى معالجة فورية. وكان هناك اجتماع أمس الأول للجنة وزارية مشكلة لمتابعة تأثير الزلزال على المنازل وخصوصا المنازل القائلة للسقوط في لبنان، وكان نتيجة هذا الاجتماع أنه تم تكليف وزير الداخلية والبلديات بتقديم الحصر الكامل للمباني المتضررة من الزلزال خلال مهلة أسبوع تنتهي يوم الاثنين المقبل. يعني من المقرر أن يكون هناك قائمة كاملة لدى الحكومة اللبنانية يوم
الاثنين المقبل بكافة المنازل المتضررة على أن يتم العمل على كيفية إعادة ترميمها. هناك جزء طلبت الحكومة اللبنانية بالفعل من المنظمات الأممية في لبنان بالمساعدة في ترميمها، وهناك جزء آخر سيتم تكليف هيئة الإغاثة اللبنانية بالعمل عليه، ولكن حتى الآن لم تبدأ أي أعمال رسمية في أعمال الترميم، والمواطنون الذين أخلوا منازلهم هم موجودين في أماكن أخرى، إما في لدى أقرباء أو أهل أو جيران، أو ربما في هناك البعض الذي قرر الإقامة في الشارع خوفا من الهزات الارتدادية التي تشهدها البلاد يوما تلو الآخر. في ظل هذا الشعور أحمد، في ظل هذا الخوف، هذا الترقب لأي زلزال، لأي هزة ارتدادية، هل هنالك من دعوات، حملات على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا لإنشاء مراكز الاستعداد لا سمح الله لما هو أسوأ من قبل اللبنانيين بهذا الخصوص شعبيا أتحدث؟ حتى الآن لم تصدر مثل هذه الدعوات، ربما لم يصل الأمر إلى هذه الخطورة، فما نتحدث عنه هي بعض الحالات الفردية في مناطق متفرقة، ولكن المجتمع المدني في لبنان منهك على مدار أكثر من 3 سنوات من تقديم الدعم، سواء الصحي سواء الغذائي سواء الإعاشي، لفئات كبيرة من الشعب اللبناني، وخصوصا بعد ازدياد نسبة الفقر متعدد الأبعاد في البلاد بشكل غير مسبوق، والذي تجاوزت نسبته 80% وفقا لتصنيفات الأمم المتحدة العام الماضي. من يتحمل هذا العبء الأكبر هو المجتمع المدني في لبنان، وبالتالي هو مشغول حاليا بأمور تهم قطاع أكبر من اللبنانيين، ربما في هذا التوقيت بالذات في فصل الشتاء وفي ظل الظروف الجوية الصعبة. هناك أمور متعلقة بالتدفئة، هناك أمور متعلقة برعاية المرضى، هناك أمور متعلقة برعاية المسنين، هناك أمور متعلقة أيضا بالأطفال وتعليم الأطفال ورعاية الأطفال، فربما هذه هي الأولوية في الوقت الحالي. ولكن فكرة متضرري الزلزال ربما لم تطرأ كقضية رئيسية لدى المجتمع المدني في الوقت الحالي. نعم، أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، وافر الشكر لك على ما أفضيته من تحديثات للهزات الارتدادية المتواصلة التي شعر بها لبنان. شكرا جزيلا لك. شكرا أحمد.